ونتصور مع بعض فيديو ونرفعه على القناة على اليوتيوب بتاعتي تمام خلاص. طب سمعنا حاجة ليك كده بقى. عشان المنظر. يعني انت صدقت خلاص ان انا مطرب؟ ما ممكن انا واحد بشتغلك، يعني واحد عارفك. لا لا، انا لمحت يعني اسم حضرتك ده يعني كتير، بس يعني انا بتأكد يعني طب ازاي التأكيد. افترضنا انا مش انا، ان ده ربيع. ليه يعني مش حضرتك هتقابلنا يعني وتدينا الهدية اهم حاجة؟ انت عايزه الهديه صح؟ حضرتك مدام بقى ولا انسه؟ عشان لا، مدام حضرتك مدام. اسم حضرتك ايه بقى؟ اللي كان رهام. اتشرب. اه مدام رهام. اوكي، انا نداء ربيع يا ستي. اهلا وسهلا، تشرفت والله. مش غريب يعني انك، يعني في ناس كده ممكن اي حد بيتصل بيهم يكنشل او يقفل السكه او كده، ولا هو الاسلوب في الكلام بيفرق في المكالمه؟ لا، هو ممكن حسب الشخصية بصراحة، يعني في ناس تلقائية وفي ناس عفوية وكده يعني. أنا حضرتك تلقائية طبعا جدا، اجتماعية شوية يعني، اجتماعي، انت شكلك من الناس اللي هم اجتماعيين ويحبوا أو التصاور. شويتين أو شويتين ثلاثة. يا راجل. شوية طب سمعنا حاجة بقى. هسمعك. طيب اوكي، هسمعك حاجة من يعني كوبليه كده من الأغاني بتاعتي، من أغنية اسمها بين الشوق والغرام. ايوه فأنا هسمعك كوبليه منها كده، فانت لو انت عايز تسمع الاغنيه خش على القناه بتاعتي على اليوتيوب واكتبي نداء ربيع، هيظهر لك كل الحاجات. فانت خش بقى اختاري بقى اللي انت عايزه تسمعيه، وعامل خلاص حاجات ماشي. فيديوهات كده، وان شاء الله بنزل برضه فيديوهات شبابيه وفيديوهات عائليه، ويعني القناه محتوياتها فن مش حاجه ايوه معينه. تمام، ترفيه برضه. ايوه بالظبط، ترفيه. خلاص اغني لك ولا ايوه، غني يا عم. يعني هتسمعي ولا هتركبي ودنك الجديده ولا ودنك القديمه؟ لا، هسمع بالاثنين عادي. بالاثنين. وقع وقع يعني. لو خلاص مش هسمع خلاص اشوف. انا اسف يا فندم، والله انا بحب دايما بحب يعني لا لا، ولا يهمك اهزر مع يعني. جمهوري كده واتكلم معاه، يعني فبحب اتكلم مع الجمهور. ما انا يعني متصل بالناس، بتصل بالناس. وكمان في حاجه تانية فيهم مفاجاه، الايام اللي في الايام اللي هي الايام الاعياد والحاجات دي، هتجيب لبس العيد؟ لا لا مش للدرجه دي يعني. يعني بص بص بص، هيبقى في ايه بقى حاجات كده قيمه مثلا ايه 500 جنيه 1000 جنيه عاديه يعني للناس. لقيت بكرة. لا مش بكره، مش بكره، لا انت عايز ال 500 جنيه ولا 1000 جنيه وخلاص. لا لا طبعا، يا ست أهم انا حاجة الفنان بتاعنا طبعا. الله يخليك، انا عنيا ليك يا ست ربيع. تسلم يا رب. هغني خلاص لك. هنسمع ولا طب ايه؟ هنسمع يا ست، هنسمع والله. اصبري اصبري اصبري. سيبرنا. ونتصور مع بعض فيديو ونرفعه على القناة على اليوتيوب بتاعتي، تمام خلاص. طب عشان سمعنا حاجة ليك كده بقى. عشان المنظر. يعني انت صدقت خلاص ان انا مطرب؟ ما ممكن انا واحد بشتغلك، يعني واحد عارفك. لا لا، أنا لمحت يعني اسم حضرتك ده يعني كتير، بس يعني